أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك مع شركة بريتش بتروليوم بي بي نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم برنارد لوني، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية. ووجه الرئيس السيسي بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستثمار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر.